خلينا ناخذ التليفون ايش رايك؟ نعم معنا سعد الاشمري مدير هذا المهندس الكبير قناه المجد العام وهو مهندس هالبرنامج وغيره من البرامج. حياك الله ابو عبد الرحمن. السلام. يا هلا والله مرحبا، يا رب تكون الشبكه عندك تمام، نبارك لك تغطيه موسم الحج 1441 وحابين كذا ندردش معك حول يعني اكبر تحدي واجهتموه في هذه التغطيه. الله يبارك فيكم، انا حقيقه اتحدث اليكم الان من مدينة الجمالي والضباب الأصفر حقيقة. الله بارك الله فيك يا شيخ سعد، الله يهديك. ليش ما تعلمنا أنك بتروح؟ ليش ما تقول روح معاك يا شيخ؟ ليش هذا ليش الآن ننتقل الآن من تغطية الحج إلى كيف الأجواء عندك وكيف الوالد والوالدة؟ الأجواء حقيقة الضباب والأجواء باردة ما شاء الله، درجة الحرارة 11 إلى 12 درجة. بارك الله فيك، انقلنا لأجواء الاستديو، بارك الله فيك وبرنامج لبيك، بعدين نتفاهم على الأجواء لأنك عيشنا جو. أولاً والله جد كيف أخبار الوالد والوالدة الغاليين والأهل الكرام؟ الله كلهم يبلغونكم بالسلام وبأتم الصحة والعافية ولله الحمد. عسى الوالدة مبسوطة على برنامج المحج يا شيخ. جداً جداً والله، في أمور عقدية إيمانية حقيقة تصحح معلومات كثيره من الناس. ما في مشكله شيخ سعد، نرجع البرنامج لبيك، هذا ما ينضم لنا، نرجع البرنامج لبيك. التحدي الاكبر اللي واجهته في البرنامج حقيقه شبكه المجد هي عندها خبره طويله حقيقه في تغطيات الحج منذ تقريبا 18 او 19 سنه ما شاء الله. وشبكه المجد عندها موسم الحج من اهم المواسم، وهي تغطي دائما الجوانب المشرقه وليس في الحج الا الجوانب المشرقه بفضل الله، ثم اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين والأجهزة الحكومية التي يعني تصب جهدها وعنايتها بموسم الحج. حقيقة ليس عندنا تحدي، والسبب وجود فريق قوي ومتميز وقد التحدي. فريقنا دائما قد التحدي في مواسم كثيرة، ليس الحج وغيره. حقيقة جميل، كان فيه برضه ليس هناك تحدي. ليش؟ لأن هناك تعاون كبير بيننا بين الاجهزه الحكوميه او الجهات الحكوميه المعنيه بالحج. الحمد لله، وزاره الاعلام في تعاون معها، وزاره الحج والعمره، وزاره الصحه، الاجهزه الامنيه، التواصل الحكومي، غرفه عمليات الحج، هناك تواصل، هناك تعاون كبير جدا وتواصل مستمر لحظي حقيقه. بيض الله وجهك. جميل حبيبنا الشيخ سعد، يعني المقدمين كانت يعني كان في تنوع، في بعضهم لاول مره يظهر معنا. حبيبنا عبد الله شماسي كانت تجربة جميلة، كذلك فايز آل عمر، كذلك الأستاذ علي العزازي وإن كان شارك معنا في أرض المشاعر، أستاذ ماجد بابطين، وحبيبي محمد بن غبيشة والمبخرة الصغيرة حقه هذه. علي يعني كيف شفت التجربة؟ يا أخي التجربة أول شيء هناك محمد بن غبيشة وماجد بابطين وناس في هذول كلهم أصلا لهم خبرة أصلا في المواسم السابقة حقيقة، والامر الاخر يتميزون ان كل منهم لديه قوه معينه، ثقافه معينه، صوت يتميز فيه، متميز مثلا في السيره، متميز في الادب، متميز في البعض في الامتحانات مثلا. يعني في تنوع، يعني في خلطه يعني تجمع بينهم، وفي ثقافه قويه. جميل جميل. شيخ سعد مكتوب في الاعداد كلمه اخيره، انا ما حروح للكلمه الاخيره، أنا أبغى خبر. يعني أنت مدير برامج القناة العامة، أبغى خبر حصري للقادم، إيش اللي حيكون في القناة العامة؟ معليش ما حتقفل التليفون لما تعطينا خبر. يبدو أنه هناك مشكلة في الصوت. ما في مشكلة في الصوت ولا شيء، لحظة. شيخ سعد معنا؟ معك. إي بيض الله وجيكم على ما مضى، القادم أعطيني لو خبر واحد يلا. افتح. بإذن الله بإذن الله، بداية الفصل الدراسي الأول. أيوه. لدينا باقة برامج جديدة ومتنوعة. شيء برنامج واحد خبر يلا يا شيخ. عندنا مثلا برنامج السيرة العطرة والذي يقدمه الأستاذ عبد الله الباز. ما شاء الله أبو عبد الرحمن. التسجيل وتوثيق للشخصيات العلمية الكبيرة المتنوعة. شوف في برنامج احنا ما ودنا تقول اسمه بس كذا نعطي للمشاهد ومضى، برنامج يلف حول العالم ياخذ شيء من هنا ومن هناك. هذا مع بداية الدراسة ولا بعد بداية الدراسة بشوي؟ بإذن الله احنا لا نعطي معلومات انا احسنت، ما في مشكلة يا شيخ. في اجتماعات يعني مستمرة، وبإذن الله ان البرنامج
يبيض الوجه. طيب امسح رقمك. بيض الله وجهك الاستاذ الاسمر يا ابو عبد الرحمن مدير برامج القناه العامه، استمتع بالاجواء الطيبه وان شاء الله اننا نلحقكم باذن الله تعالى. مطول هناك يا شيخ نجي باذن الله، باذن الله راجع للرياض بعد ساعه باذن الله متحمس. لا اله الا الله، نحن نفكر نجي يا شيخ. يعطيك العافيه، بيض الله وجهك، ترجع بالسلامه. شكرا لك. الله يحفظك، شكرا جزيلا. شكرا جميل.